السلام عليكم، مرحبا بكم، اسمي ياسين، عدت لكم بحلقه جديده من لعبتكم لعبه جي تي اي 5. هل سبق لكم ان تسالتم ما الذي سيحدث اذا قررتم الامتناع عن دفع سيارات ديفن ويستن في الاخير في اخر مهمه من لعبه جي تي اي 5؟ لاننا اذا اخترنا الاوبشن الاخير الشيء الذي سيحدث هو اننا سنقتل رجال اف اي بي، كذلك سنقتل الخائن ستريتش الذي خان لامار وخان كذلك صديق فرانكلين، وسنقوم في الاخير بقتل ديفن ويستن، سندمر ديفن ويستن نهائيا. وفي اخر المطاف اللعبه ستطلب منا دفع ديفن ويستن بالضغط على زر W، وهو زر الاكسيريشن اذا قمتم بسياقه سيارات. وبعد الشيء الذي سيحدث هو ان الشخصيات بثلاثه ستدفع سيارات ديفن ويستن، ديفن ويستن سينزل في ذلك الجرف، وبعدها سيارته ستنفجر وسننهيه. هل سبق لكم ان تساءلتم ما الذي سيحدث اذا امتنعتم عن دفع سيارات ديفن ويستن؟ سابقا فعلت الكثير من التجارب صراحه، حاولت انقاذ سيارات ديفن ويستن، وضعت كنتينرز، فعلت الكثير من الامور، وحدث لنا صراحه نتائج خرافيه جدا لا يصدقها العقل. اليوم ان شاء الله سنفعل المهمه الاخيره وسنمتنع عن دفع سيارات ديفن ويستن لكي نكشف الشيء الذي سيحدث. وفرانكلين مستعد لكي يفعل هذه المهمه، وجالس ياخذ فيتامين الشمس. وفي هذه اللحظه بالضبط هي لكي نبدا المهمه. ديفن ويستن سياتي سيحاول تهديدا لكي نقوم بقتل يا اما تريفر يا اما مايكل، لكن الشيء الذي لا يعرفه هذا المغفل هو اننا سنقوم بقتله. ومن بين الاستر ايجز هو ان الخيار ليس هو قتل الشخصيات بثلاثه بل هو ديد ويتش. ماذا تعني ويتش؟ باللغه الانجليزيه تعني التمني، كاننا سنتمنى الموت لنفسنا في هذه اللحظه. لماذا؟ لان الاشخاص الذين سنتعامل معهم فانهم خطيرون جدا. زعماء الاف اي بي، ديفن ويستن اغلى شخص لحد الان في لعبه سان اندرياس، لديه نفوذ كبيره جدا. تخيلوا ان رجال الاف اي بي يشتغلون لديه، لديه عمارات كبيره وسط من المدينه يقوم ببنائها، لان في احد المهام سيقوم باعطائنا احد سيارات سريعه جدا لكي نشارك في السباق من اجل ان يكشف قدراتنا. قمنا بسرقه سيارات من اجله والسلطات لم يتحركوا ساكنين. ديفن ويستن خرج منها كالشعره من العجينه، لهذا السبب من الصعب الوصول لذلك الشخص، وخصوصا ان لديه عدد الحراس هائل ولديه كذلك اسهم كبيره في الميري ويدر. تخيلوا لديه عسكر خاص به. وفي الاخير فاننا استطعنا قتله وتدميره، ولهذا السبب نحن نحب لعبه جي تي اي 5. جئنا عند ليستر، هناك كلمه سيقولها ليستر سيضحكني كثيرا. انتظروا مشاهد الكاتسين وساضرب لكم تلك اللقطه، تابعوا معي هذه اللقطه. ليستر سيسال على الاشخاص الذين يريدون منها قتل مايكل وتريفر. اسمع ماذا سيقول ليستر بعد ما سيخبره فرانكلين بالاسماء. ستيف هينز، this angry motherfucker from the FIB. Devin Weston, man, you know the that angry that, rich fucker from whatever hole he hibernates in. Exactly. All right. I say kill Michael, then kill Trevor. سمعتم يا رفاق ماذا قال ليستر؟ ليستر قال لا اقتل مايكل وبعدها اقتل تريفر، لاننا لن نستطيع نهائيا تدمير اولئك الاشخاص. لكن كعادته ليستر الهاكر الخطير في اللعبه لقد دخل، اكتشف بعض من الاشياء وعرف بان ديفن ويستن سيبقى لوحده في وقت معين بالضبط. لكن قبل ان نفعل جميع هذه الامور يجب علينا انقاذ مايكل وتريفر من عدم قتل بعضهم البعض. ولكي نفعل هذا الامر فيجب علينا الاتجاه للفاوندري وسنحتاج مساعده لامار. هذه هي المهمه الوحيده التي سيحتاج فيها فرانكلين مساعده لامار. اغلب المهام في جي تي اي 5 فاننا لا نتصل نهائيا بلامار، لكننا سنحتاج في هذه اللحظه ببساطه لان ديفن ويستن سيعرف ستصل المعلومات باننا نريد خيانته وبان هناك شيء غريب، وسيرسل يا اصدقاء رجال الصوات. رجال الصوات سيذهبون للفاوندري لكي يقوموا بتدميرنا، لانهم عرفوا بان مايكل وتريفر موجود هناك وسيحاولون قتله بدون الاحتياج لفرانكلين، لان ديفن ويستن لا زال يشك في ان فرانكلين سيقوم بخيانته. لامار سيقوم بالحراسه ونحن سندخل لكي نوقف تلك المعركه الشرسه ما بين تريفر وما بين مايكل، لانه في هذه اللحظات يريدون قتل بعضهم البعض. رايتموه، مايكل لديه سلاح سنايبر وتريفر لديه ذلك السلاح الذي يحبه. وبعد هذا كله بدات المعركه الشرسه. سنقوم بتدمير رجال الصوات المغفلون باستعمال روكيت لانشرز، وبعدها ساخذ سلاح الشاطئ الذي احبه وهو هذا السلاح، وسنبدا يا رفاقي في التدمير. وصلنا لمرحله سكوت تريفر لكي يكتشف هل مايكل يهتم لامره ام لا، لكن مايكل لقد اهتم لامر تريفر في هذه اللحظات وقرر المجيء والبحث على تريفر. وساله وقال له ما الذي حل بك يا تريفر؟ لكن تريفر في هذه اللحظات سكت فقط لكي يكتشف هل مايكل سيتركه لكي يموت ام انه سيذهب عنده لكي يساعده. وبالفعل اكتشف تريفر بان مايكل قرر المجيء لكي يساعده، وفي هذه اللحظات فان تريفر سيبدا في مسامحه مايكل. الان ما علينا فعله فقط هو انهاء هؤلاء الكلاب بصنعه، يا اما باستعمال الجرنيت يا اما باستعمال الاسلحه. وبعد الانتهاء من هؤلاء الاشخاص تريفر ستلاحظون بان سيذهب وسيخرج من تلك الضفه. بالنسبه لنا نحن سنخرج فقط من هذه الضفه البسيطه، ولكي لا نضيع الوقت ساعطي لنفسي جميع الاسلحه وسنستعمل سلاح روكيت لانشر او الجرنيد لانشر على حسب، لان الكلاب سياتون. رايتموهم؟ لقد جاءوا على السريع رجال ميري ويدر.
قام بإرسالهم ديفن ويسن. ديفن ويسن الكلب أرسلهم وهو الآن جالس في قصره، وفي هذه اللحظة هو يعتقد بأنه آمن، لأن رجال ميريويذر الذين أرسلهم سيقومون بتدميرنا على السريع. لكن الشيء الذي لا يعرفه ديفن ويسن هو أننا لدينا جميع الأسلحة التي سنحتاجها. هناك كلب آخر لقد رأيته، ذاك هناك وهذا كذلك. أوه لم يصب ذلك المغفل رغم أنني دمرته. بالنسبة لتريفر فإن سيكون في الفوق. ها هم هؤلاء الكلاب لقد جاءوا، سنصيبهم بتلك الطريقة. قد أنهيتهم، الآن علي الذهاب ومساعدة صديقي فرانكلين المسكين، لأن هؤلاء الكلاب لقد اقتربوا من تدميرهم. ما رأيتمهم؟ يجب علي مساعدة الأصدقاء. جيد، هل من مزيد؟ نعم، الشرطة لقد جاءت. رجال الشرطة أرسلهم كلب الإف آي بي، وهو الآن يقوم بتسجيل أحد الأفلام أو شيء ما. نعم، يقوم بتسجيل برنامجه، نسيت. في هذه اللحظة هو يسجل برنامجه وأرسلنا رجال الإف آي بي لكي يقوم بتدميرنا. لكن الشيء الذي لا يعرفه هو أننا بعد الانتهاء من هذه المعركة سنقتل الجميع. هناك شخص آخر. رأيتموه؟ واو، كلب لازال لم يموت بعد. صديقي تريفر، هيا اقتله. وها نحن قتلنا جميع في هذه اللحظات سيد جميع الشباب، وكل واحد من شخصيات سيتم إرساله لكي يقوم بقتل أحد الكلاب الخوانة المغفلون. في هذه اللحظة بالضبط سيتم إعطاؤكم شخصيات فرانكلين لكي تقوموا باللعب به. لكن إذا ركزتم جيدا فإن شخصيات فرانكلين عليه الذهاب هنا لتلك الضفة، وتلك المنطقة هي طويلة جدا. الشيء الذي عليكم فعله إذا أردتم الإسراع في هذه المهمة هي التغيير لمايكل. لماذا؟ لأن مايكل موجود في المدينة عليه قتل ستريتش. ستريتش موجود في المدينة، وستلاحظون بأن مايكل لقد اقترب من الوصول عند ستريتش. بالنسبة لي فرانكلين وكذلك تريفر في هذه الأثناء بالضبط فإنهم يسوقون سياراتهم وهم متجهون نحو الأعداء الآخرون، وبهذه الطريقة فإنكم ستستغلون الكثير من الوقت. أغلبنا قتل جميع أعضاء العصابات، لكن اللعبة طلبت منكم قتل شخص واحد فقط وهو ستريتش. إذا عرفتم ستريتش ضمن تلك الشلة ففي إمكانكم قتله عن بعد بدون الاقتراب منهم، ولن يستطيعوا لا إصابتكم ولا فعل أي شيء. وفي إمكانكم المجيء إلى هنا والاختباء بالخلف من هذه الحاويات الخاصة بالأزبال. يمكنكم استعمال سلاح سنايبر. وراقبوا معي أين هو ستريتش. هو ستريتش المغفل، هو هذا الشخص على ما أعتقد إذا لم تخني الذاكرة. ما علينا فعله فقط هو التسديد عليه وقتله بتلك الطريقة. راقبوا معي، هل قتلت ستريتش أم لا؟ لازلت لم أقتل ستريتش بعد، ذلك الشخص ليس هو ستريتش يا رفاق. وبعد قتلكم لستريتش فما عليكم فعله فقط هو إعادة تشغيل لفرانكلين، لأن فرانكلين في هذه اللحظات ستلاحظون بأنه لقد اقترب كثيرا من الوصول عند الصينيين المغفلون. وطريقة قتل الصينيين فإنها سهلة جدا، ما عليكم فعله فقط هو اختيار السيكي بوم بهذه الطريقة، وحين الاقتراب يمكنكم تشغيل القدرة الخيالية الخاصة بفرانكلين بهذه الطريقة، وفقط اقتربوا منهم. أسهل طريقة هي هذه لكي تقوموا بقتل هؤلاء المغفلون. رأيتمهم، هم الآن يحاولون الهروب. عليكم فعله فقط هو وضع ستيكي بومبس وبعدها التحرك، لا يهم الأمر. سددوا كذلك على ذلك المغفل ستيكي بومب بتلك الطريقة، ممتاز. وذهبوا في الاتجاه المعاكس، بوم، ونهدى أنهيناهم بسهولة تامة جدا. وهو تريفر يا رفاقي لقد وصل عند ستيف هينز. في هذه اللحظة بالضبط في إمكانكم قتل ستيف هينز بدون الاقتراب له، لأننا سابقا اقتربنا وضيعنا الكثير من الوقت. لكن حقيقة إذا أردتم الاستدعاء في هذه المهمة في إمكانكم فعل زوم بهذه الطريقة، البحث عن ستيف هينز لأنه يقوم بتسجيل أحد أفلامه. هو ستيف هينز يا رفاقي لقد رأيته. ما علينا فعله فقط هو التسديد عليه بهذه الطريقة، بوم، وتم قتل ستيف هينز بسرعة كبيرة. وفي هذه اللحظات اللعبة ستطلب منا الذهاب لمنزل ديفن ويسن. ليستر هو الذي سيعطيكم اللوكيشن الخاصة بديفن ويسن. سابقا لقد فعلت هذه المهمة بطريقة التسلل، إذا أردتم مشاهدة ذلك المقطع شاهدوه. صراحة فشلت مرارا وتكرارا في قتل ستيف هينز بطريقة التسلل، لأن من الصعب فعلها والتسلل بدون أن يكتشفكم هؤلاء الحراس. قام بتدوير على نفسه رجال ميريويذر معتقدا أن عسكره سينقذه، لكن عسكره لن ينقذه نهائيا لأننا سندمرهم بطريقة التواغل. أين أنتم يا أيها الكلاب؟ حسنا مت أنت، وسنستعمل سلاح تريفر. سلاح تريفر الذي يحب استعماله هو الذي سنستعمله نحن. أين أنتم يا أيها المغفلون؟ هناك شخص آخر جاي بالخلف مني، وهناك ثلاثة أشخاص هنا. نعم ثلاثة، ستيف هينز الكلب لقد اختبأ، انتظرونا عود لكي نقوم بقتل هذا الكلب. أين هو؟ لقد هرب، ذلك المغفل هرب، لم يستطع تحدي تريفر. ونحن وصلنا عند ستيف هينز. ستيف هينز موجود داخل من ذلك الصندوق. اخرج يا أيها الكلب، هيا أسرع، لكن لا تقلق لأنني لن أدفع سيارتك في الأخير. تم وضعه في الترانك وهي مؤخرة السيارة، وحانت لحظة أخذه لمنطقة مماته.
دروي أرسلك أعاد لها تلك الكلمة التي يقولها كثيرا، لأن أثناء بداية هذه المهمة لقد قال لي فرانكلين سليك. ماذا تعني سليك؟ لا أعرف، لكنني سأترجمها الآن لأن هذه هي طريقة تعلم اللغة الإنجليزية. إذا لم تعرفوا كلمة ما فقط ترجموها وستعرفون ماذا تعني سليك. ماذا تعني سليك؟ English detected. نقوم بترجمتها للعربي. اللغة العربية تعني البقعة. إفادة تعني أملس. أوه ماكر، واو، لديها الكثير من المعاني. تعني ماكر، تعني ماهر، تعني لامع، تعني زالق، تعني أملس. وهنا أتوقع بأنهم يعنون بسليك الماكر، رجل الماكر. شيء رائع صراحة. يا أيها المغفل الغبي، لن نقتلك، لا تقلق، لن ندفع تلك السيارة لكي نكشف الشيء الذي سيحدث. إذا قمتم بقتل تريفر ولم تسددوا عليه، الشيء الذي سيحدث ببساطة هو أن مايكل سيسدد على تريفر وسيقتله مكانكم. وإذا اخترتم قتل مايكل، الشيء الذي سيحدث إذا لم تختاروا اختيار رميه واخترتم اختيار إنقاذه، فإن يا رفاقي سيضربكم، وبعد الشيء الذي سيحدث سينزلق من يد فرانكلين وسيموت. أما بالنسبة لديفن ويست، لازلت لا أعرف بعد الشيء الذي سيحدث إذا لم تقوم بدفعه. ممكن صراحة إذا تأخرنا أن يقوم الشخصيات بدفعه أوتوماتيكيا. هذا صراحة ما أعتقد هذا هو الأمر المنطقي الذي ممكن أن يحدث، لكنني لا أعرف، وبعد لحظات سنعرف جواب هذا السؤال. وهم قالوا لي hold Z أو W. إذا كنتم تستعملون الكويرتي، بالنسبة لي أنا أستعمل الأزرتي لهذا السبب. قالوا لي hold Z to push the car. في هذه اللحظات لن أضغط على Z ولن ندفع هذه السيارة وسنكتشف ما سيحدث. سمعت الدقات الخاصة بديفن ويستن. ديفن ويستن في هذه اللحظات فإنه يدق، يريد منا أن ننقذه. وكذلك قال لنا بأنني سأعطيكم جميع الأموال، لا تقلقوا، فقط اتركوني أبقى على قيد الحياة وستصبحون أغنياء وسأضعكم في أماكن مهمة جدا من دولة سان أندرياس. لكن الثلاثة الشخصيات قرروا قتله وتدميره لأنه ماكر كلب خائن. لهذا السبب قرروا إنهاء حياته نهائيا. لحد الآن لم يحدث أي شيء. مرت تقريبا دقيقة من الوقت. تعبت حنجرتي من الكلام، سنشرب قليلا الماء. هذا الماء فإنه منعش لذيذ. لازال لم يحدث أي شيء بعد في لعبة GTA 5. المهم في هذه اللحظات سأترك اللعبة تشتغل ما يقارب الخمس دقائق أو عشر دقائق. إذا لم يحدث أي شيء في الثواني القادمة فإننا سنعرف بأن هكذا ستبقى اللعبة إذا لم تقوم باختيار دفع سيارة ديفن ويستن. مر الكثير من الوقت في الحياة الواقعية، لم يحدث أي شيء صراحة. وستلاحظون بأنني في هذه الأثناء داخل في سبونر مود وأنا أتحرك وأضغط على الزر الذي قالوا لي بأن علي الضغط عليه. في هذه اللحظات فإنني أضغط عليه، لكن لم يحدث أي شيء في اللعبة. وهذا شيء غريب. واكتشفت كذلك شيء ما، إذا دخلتم هنا للتوقيت فستلاحظون بأن التوقيت مجمد في 8 مساء، رغم أنني لم أختار بوست كلوك تايم، لم أقم بتجميد الوقت بنفسي، لكن التوقيت لا زال مجمدا وهو لا يتحرك. ممكن أن السبب هو أن التوقيت مجمد، لهذا السبب سنحاول إضافة التوقيت وممكن أن يقوم بدفعه في هذه اللحظات. شاهدوا يا رفاق، سنمر بالساعات. قد مر يوم تقريبا، يومان، ثلاثة أيام، ولا زالت سيارة ساكنة في مكانها. وهنا نستنتج يا رفاقي، إذا لم تقوم بدفع سيارة ديفن ويستن فإن الشيء الذي سيحدث ببساطة هو أن السيارة ستبقى في مكانها ولن تظهر لكم كاتسين بديلة، عكس إذا اخترتم قتل تريفر وإذا اخترتم قتل مايكل ولم تقوموا بقتلهم فإن اللعبة ستقتلهم. بالنسبة لديفن ويستن، إذا لم تدفعوا السيارة فإن سيبقى على قيد الحياة ولن تقوموا بقتله. وهذه أحد الطرق إذا أردتم إنقاذ ديفن ويستن، لكن المشكلة هو أنكم لن تستطيعوا لعب لعبة GTA 5 لأنكم ستبقون متجمدين فقط في هذه اللحظة من اللعبة. ولقد عرفنا جواب سؤال اليوم. ها أنا ذا قررت دفع السيارة قليلا، لكن لازالت الكاتسين لم تبدأ بعد. وماذا لو حملت السيارة وأنزلتها لتلك المنطقة وقررت دفعها حينها؟ أوه، بعدما قررت جر السيارة، الشيء الذي سيحدث هو أن الكاتسين لقد بدأت، كأننا ساعدناهم بالموضات ودفعنا السيارة بالموضات. ولقد عرفنا الآن جواب هذا السؤال. إذا لم تقوم بدفع سيارة ديفن ويستن فلن يحدث أي شيء في اللعبة وسيبقى ديفن ويستن على قيد الحياة. ونستنكون قد وصل النهاية. كان معكم ياسين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام.